que está aqui bem perto a aquecer. E... تستضيف كل هذه الأحداث ومباريات نصف نهائي، فاز في ثلاث وخسر ست. مرة أخرى، مرة أخرى روما، يا الله أي منظومة لمصلحة النصر. الكرة لقاط، الكرة للنصر، العرضية الرأسية تاليسكا تدخل الموني مونتال، النجم الكبير بالتأكيد بيتي مارتينيز، والإضافة إلى الخيبري لعيب وصلت إلى الغنام عرضية لكن حجازي أول بأول، حكرية يتدخل الصافرة إلى خطأ ولكن فيه الأدفانتج، يا الله آه يا جروهي، ما أجمل اللحظات التي يظهر فيها حمد الله. الهجروهي لتعود إلى روما، اتحادية خطيرة عرضية، حمد الله يا كلما ظننت أنحن انفجر المدرج فرحني جيدا، أنا حمد الله، أنا اللاعب السوبر حمد الله، يا روسي إن لم تكن تعرفني فاسأل عني، يا روسي إن لم تكن حمد الله سوبر البطاقة الصفراء الثانية في هذا الشوط. رونالدو يسقط، حجازي يتدخل، البطاقة الصفراء على مين؟ على سامي ولا على والنصر؟ هل لديهم شيء في الوقت القاتل، في الوقت البدل الضائع؟ الكرة تعود هي يتصدى لأخطر كرة. في هذا الشوط غوستافو وصلت إلى بيتي، هذا من لديه الحل، من لديه الحل، لكن يتصدى لهذا الحل ليتمر الكرات. الكرة وصلت إلى سامي، سامي بمررها لكن لم تصل. ظهروا في هذا الشوط يقاتلون وتقدم بهدفين دون رد. في انتظار الشوط الثاني، في انتظار الأفكار، في انتظار الأعمال، في انتظار تاليسكا. الإسكلي يطالب بركلة جزاء، يقول لي يا داني ماكيلي، يا داني ماكيلي أرجوك احتسبها. فكيلي يقول له قوم، يقول له قوم. هذه اللقطة مرة أخرى وعبد الله العمري وكذلك كونان، بينما رونالدو، رونالدو بيحاول، رونالدو 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 في كل وقت يهدون. في اللعبة الماضية الكرة اللي عدت في الخطأ على تاليسكا، رونالدو سجل لنا يا رونالدو. عن القدم اليسرى يبحثون عن التسديدات، عن العرضيات، كرة تاليسكا بالراس تخلصت، عادت غنام وكرة وصلهم، وصلت ثلاث ركنية مقابل واحدة، وصلت إلى كونان، عرضيات كونان مثالية، عرضية مثالية باتجاه السرعة. شوف المهارة، شوف الأداء الكبير اللي بيقدمه عبد الرحمن. إن روسي أقرب حصة في الجهة اليمنى، رونالدو المرور من أمام كورنادو والعرضية البعيدة هي من الرفاق ميد. روما بمرر باتجاه العبود، وصلها إلى روما مرة أخرى، عرضية بتتخلص، وصلت إلى زكريا بيسدد هوساوي خالدة في الأذهان. كونان والعرضية بحثا عن رونالدو. جروهي يتصدى، وهو من تصدى في شوط المباراة الأول لأخيه رونالدو. هنا رونالدو يرتقي، هنا رونالدو يرتقي من أمن أخرى بالتأكيد. من الصعب أن تشاهد ذلك. هنا اللقطات، عشقنا كرة القدم، نحن من أجل هذه. البدورة بيشتت، يبعد لكن خاطئ باتجاه سليهم، صافرة إلى النصر. ألم تعلم بأن رونالدو يجيد التنفيذ؟ كريستيانو من أجل هذه الكرة ومن أجل هذه عليه أن يضع كل خبراته. دقيقة إلى المباراة من جديد، رونالدو لذلك يتقدم، يصوب وصل إلى شباك جروهي. رونالدو عدت العارضة سليمة على الوقت من أجل العودة إلى المباراة. يا غوستافو تاليسكا، يا الله هو ده من غوستافو، وهذه النهاية من تاليسكا، من لها غير تاليسكا. سعيدة يا روسي، سعيدة يا عالمي. أصبحوا يشجعون، يأملون في العودة بتعديل تاليسكا، لما لا أن تكون من هذا. ويا ما سجل تاليسكا الآن، التسديد وصلت إلى خيبري، غوستافو نصراوية، التسديد غريب، وصلت إلى روما. شوف التحول، شوف النقلات، شوف زكريا هوساوي، شوف الاتحاد اللي من أول وصول. بيشي لعب على لعب، هذه المواقف اللي يحبها، هذه المواقف اللي يحبها. عدل بيشي، عدل بيشي لكن عرضي، آه حسمها التسعيني
فيها السلاح، فيها السلاح، فيها الاتحاد، فيها النمور، فيها البيشي. يا الله،